السلام عليكم خوتي، راني معكم دروتور. اليوم عندي دي نوفيل ابروبو المشكل تاع مصر والجزائر، قلت المشكل تاع مصر. راني راح ندير لكم واحد اليان تقراوه، وجماعه المونتاج الله يسجيكم ديروا لنا مونتاج على حساب الهضره اللي راح نهضرها. في جريده هاريتس الاسرائيليه حكاو بالتيتر باللي انا جون دو موساد اريتي الجي، عميل مخابرات الموساد اسرائيلي دخل بجواز سفر، معناتها باسبور مدرح للجزائر، ويحمل الجنسيه الاسبانيه، يعني الباسبور تاع اسبانيا مدرح دخل به للجزائر وتنحكم في حاسم سعود. نحكي لكم ليستوار تاعو هذا كيفاش دخل، وعندها سمانه لافير بعد ما كان اعلن انه مخطوف، ربما مخطوف هيتوسا، وفينا المظهر باللي حكموه. الجديد في القضيه سيكو هذا الخبيث اللي دخل بالجواز المدرح، هذا العميل دخل بانفيتاسيون من عند شركه مصريه، وهبط الحاسر مال الحاسر من وكان يدور مع اربعه مصريين، وانا شفتهم يعني كل يوم هذيك لابريود، وكان يدور بكاتكات تاع الشركه المصريه، يعني المصريين راهم متورطين في هذه القضيه ديريكتومون. ملا الخبز تاع مصر راهو فات التوقعات. ماني محتاج حتى تعليق ولا كومنتار من عند الطبالين تاع الاخوه والاخوه، ونحن شعوب طلعوا النيفو، ولا روح دوروا مجوايه واحد اخرين. لا توليرونس عندها ليميت عندي باش نتفاهموا، وجميع كومنتار من هذا الشيء يتسبريم موله ويتبلوكا، لا اهلا ولا سهلا في هذه الامور. الو، باش تكونوا عارفين يا خوتي، هذا الكلب اللي دخل الجزائر باش مهمه تاع اسبوناج وبهذا الجواز المدرح، نطرح انا مع الاول للسلطات الجزائريه والمسؤولين في هذه القطاعات، وهذه القضيه تاكدت منها بنفسي بعد ما اتصلت بالجزائر بشويه اصحابي توسا. على بالي بلي راهم يتبعوا اليوتيوب، الا ماشي هما ولادهم، ولا ماشي ولادهم راهم يلحقوهم الاخبار. نقول لكم حاجه برك، باللي لي جون والشعب هذا ماهوش راقد على كرشه. الو، نطلبوا تحقيق، والشعب الجزائري يعرفوا وشكون اللي جابوا وعلاش بدات هذو الربعه المصريين، ونطلبوا تحقيق شامل على كاع الشركات المصريه اللي راهي في الجزائر، ومقاطعه تامه مع اي شركه مصريه جديده تدخل الجزائر، والقديم والشركات الوهميه واللي فلست في مصر وجات ترفع في الجزائر تحبس، ويحبسوا الناس اللي جابوها.